مرحبا، معكم الدكتور رائد معلم، رئيس فرع العلوم الطبيعية والبيئة في كلية أورانهيم. وأنا حبيت أتحدث معاكم اليوم عن موضوع مهم جدا. أكيد لما بتكبروا حتشوفوا أهمية هذا الموضوع بحياتنا في الطبيعة، وهو بيرتبط في النباتات عن عمليتين مهمات جدا اللي منسميهن التنفس وعملية التركيب الضوئي. أنا بدي أتطرق للنباتات، أنا متأكد أن راح هذا يساعدنا نعرف شو كمان بصير بجسمنا. الآن على أساس أقدر أساعدكم تفهموا العمليتين، بهذا اللقاء بدنا نحاول في البداية نفهم شو يعني عملية التركيب الضوئي، شو يعني عملية التنفس، والعلاقة بيناتهم في عالم النباتات. الموضوع ده كتير كتير مهم، وأنا متأكد لما ننهي اللقاء الموضوع رح يكون كتير سهل عليكم، رح يساعدكم تفهموا ظواهر كتير مرتبطة في الطبيعة. على أساس نقدر نحاول نتعلم الموضوع، ده معاكم قلم وورقة بيساعدكم كتير، لأنه رح أعطيكم أحجة في البداية، وأنا متأكد هذا رح يساعدكم كتير نشغل دماغنا شوي ونفكر شوي. الأحجة والسؤال بعطيكم إياها، سؤال مهم جدا. لما بنطلع على الطبيعة بالذات إسا بفترة الربيع منشوف كتير كتير أشجار، كتير كتير نباتات أوراقها لونها أخضر، والسؤال هو ليش الأوراق لونها أخضر؟ معانا دقيقتين نفكر، تستشيروا زملائكو، اخوتكو، البابا، الماما، او التلفون، تحاولوا تفتشوا. معانا دقيقتين. أنا متأكد إنه قسم منكم غدر يصل للنتيجة ليش لونها أخضر، أكيد مش لأنه فيها مادة خضراء. إحنا منشوف اللون الأخضر أول شيء لأنه هذا اللون اللي بينعكس، يعني الأوراق ما بيمتصوا اللون الأخضر، بعكسه، عشان هيك ببين لون أخضر. نفس الشيء البلوزة أنا لابسها لون كحلي لأنه ما بتمتص اللون الكحلي الأزرق، إنما بتعكسه. المادة اللي موجودة بقلب النباتات هي مادة اسمها كلوروفيل، ولونها أخضر لأنه بتعكس اللون الأخضر. بس هاي المادة هالقد مهمة لأنه بتقوم بعملية كتير كتير مهمة. بشكل عام بالنباتات تحدث عمليتين
مهمات جدا للطبيعة. العملية الأولى بسموها تركيب ضوئي، يعني النبتة من الضوء الظاهر بتركب مادة مهمة جدا. هل لسه بدنا نفهم كيف بتصير العملية. والعملية الثانية زي ما احنا بنتنفس كمان النبتة بتتنفس. اذا بدنا نقارن حالنا للنبتة، احنا بنتنفس والنبتة بتتنفس، بس النبتة بتقوم بعملية التركيب الضوئي، احنا ما بنقوم بهاي العملية. عملية التركيب الضوئي بسموها كمان عملية التمثيل الكلوروفيلي. هاي مصطلحات اكيد راح تستعينوا فيها بالمستقبل، لان انا بدي احاول اساعدكم تفهموا هاي الظاهرة، لانه هاي ظاهرة وعملية مهمة جدا في عالم الطبيعة. بدون هاي العملية ما في كائنات حية، فيش حيوانات، لانه النباتات هي مركز وهي قاعدة اساسية في الطبيعة. في عملية التركيب الضوئي النبتة تمتص الضوء، ومن الضوء بتقدر تنتج غذاء، عشان هيك بسموها ذاتية التغذية. طب ما انا بعمل طبيخ وبعمل اكل يعني انا ذاتي التغذية؟ لا، انا بجيب لحمي، بجيب رز، بجيب لبني، اذا انا بحصل على تغذية بطريقة تانية. انا ما بنتج الاكل لنفسي، انا بصنع الاكل. النبتة رح نشوف عند المقدرة تصنع غذاء مش زينة، والعملية هاي من اهم العمليات الموجودة بالطبيعة. فشو بصير يا ترى بهاي العملية؟ في العملية هاي في عنا مرحلتين. المرحلة الاولى زي ما انتم شايفين النبتة بسبب المادة الخضراء اللي فيها اللي سميناها كلوروفيل، الكلوروفيل بيمتص الضوء. يعني هاي العملية مهمة جدا إلى الضوء، فطالما في ضوء وبالأساس ضوء الشمس وممكن الضوء في الليل، بالنسبة للنبتة مهم يكون في ضوء. في الطبيعة بشكل عام في 12 ساعة ضوء، فبال 12 ساعة ضوء النبتة تمتص الضوء وبتنتج طاقة. هاي الطاقة مهمة جدا اسمها طاقة كيماوية بسموها ATP. نقول نشبهها، نقول للمصاري دولار او اليورو او الشيكل. انت عشان تعمل اي عملية بدك مصاري. نفس الشيء خلايا النباتات، كمان الخلايا اللي عنا على اساس تشتغل عشان تنمو الخلايا عشان تكبر النبتة بدها طاقة. الطاقة هاي اسمها ATP. ولكن نتذكر النبتة بتقدر تأخذ طاقة الضوء من الشمس وتحولها لطاقة كيماوية ATP. هل احنا بنقدر نعمل هذا الاشي؟ هل انه انا بتشمس بنتج طاقة؟ لا، انا بتشمس ما بنتج طاقة، ممكن احمر، ممكن يصير جسمي فيه حرارة اكتر، اخذ حرارة الشمس. اما انا ما بقدر كانسان كحيوان اخذ طاقة الضوء واحولها لطاقة كيماوية، طاقة ATP. اذا هاي عملية مميزة بالاساس للنباتات، لكل كائن عنده مادة اللي اسمها كلوروفيل، هاي المادة الخضراء زي ما انتم شايفينها. اذا المادة هاي انا ما عندي اياها، النبتة عندها اياها، تقدر تأخذ الضوء تمتصه، وفي المرحلة الأولى لما بتمتصه بتحوله من طاقة ضوئية إلى طاقة كيماوية ATP، يعني دولارات، يعني يورو أو شيكل. سيدي أنت بتقدر بالشيكل تشتري. نفس الشيء الخلايا بتقدر تبدأ تعمل العمليات اللي حياتية، تقدر تكبر، تقدر تبني أقسام من جسمها. عشان هيك العملية هاي الأولى هي عملية كتير مهمة، اللي فيها مش كل كائن حي بيقدر يعملها. النباتات بسبب المادة الصبغية اللي بجسمها الكلوروفيل تقدر تحول الضوء إلى طاقة كيماوية ATP. ها
هلا الخلايا والكلوروفيل موجود بكل الخلايا، الا عشان هيك لونها اخضر. الخلايا اللي تعرضت للضوء انتجت ATP. الان بالعمليه الثانيه شو بتعمل النباتات؟ بتاخذ هاي الطاقه اللي انتجتها من الشمس، لانه حولت ضوء الشمس للطاقه ATP يعني لشكل، وهلا بتقدر تاخذ تستعين بهي الطاقه ATP. وطلع شو بتعمل؟ تاخذ ثاني اكسيد الكربون من الجو مع الماء من التربه زي ما احنا شايفين، وبتنتج لنا الغذاء تبعها اللي هو ماده عضويه بسموه اللي هو السكر. اذا الاشي اللي بتقدر تعمله النبته بالاوراق انا ما بقدر اعمله. انا باكل سكر، كلنا بناكل ملبس، ناكل قطايف، ناكل اكل احنا بناخذه جاهز. النبتة لا، النبتة بتقدر تاخذ ثاني اكسيد الكربون الغاز الموجود بالجو، تاخذ الماء من التربة بواسطة الجذور، ثاني اكسيد الكربون تاخذه عن طريق الاوراق، وبتصنع من ثاني اكسيد الكربون والماء مادة مهم جدا بسموها المادة العضوية، اللي هي السكر، اللي مكون من كربون واكسجين وهيدروجين. اذا هذا السكر هو مادة عضوية. النبتة في عملية التركيب الضوئي تقدر تعمل هاي العملية، انا ما بقدرش اعملها، الحيوانات بتقدرش تعملها. هلا شوفوا الاشي الحلو، يعني النبتة تقدر تاخذ لنا ثاني اكسيد الكربون من الجو، يعني ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من السيارات لما بتمشي وتحرق. يعني النباتات لونها اخضر، بسموها الرئتين في الطبيعه، لانه شو عملينا؟ بصفوا بياخذوا ثاني اكسيد الكربون، ومن العمليه هاي اللي فيها بياخذوا ثاني اكسيد الكربون بيحولوه لسكر. إذا باخذوا ثاني أكسيد الكربون وباخذوا ماء من التربة وبصنع السكر. في العمليتين هذول، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، واحدة من النواتج هي الأكسجين، والأكسجين هذا بينطلق إلى الجو. يعني زي ما شفنا لما النبتة بتمتص الأشعة عمليا بتحولها من طاقة ضوئية لطاقة كيميائية الـ ATP. في هاي العملية بتطلق اكسجين، فشوفوا ما احلى النبته، بتطلق لنا اكسجين للجو اللي بنتنفسه، وبتاخذ ثاني اكسيد الكربون الموجود بالجو اللي هو تلويث، ومنه بتصنع السكر. اذا النباتات حيويه لحياتنا، المحافظه على النباتات كتير كتير مهم، فهي الرئتين في الطبيعه لانه مصدر الاكسجين. هي كمان اللي بتاخذ لنا التلويث، يعني الفلتر بالجو، بتصفي لنا ثاني اكسيد الكربون. ويمكن قسم منكم سمع عن عامل الدفيئه وارتفاع سطح البحر، تغيرات الطقس، لانه في عنا اكثر من لازم ثاني اكسيد الكربون، ودرجه الحراره بترتفع بسببه. فالنباتات تستغل ثاني اكسيد الكربون وبتصنع منه الماده العضويه اللي هو السكر. السكر ماده عضويه، ثاني اكسيد الكربون مادة غير عضوية بسموها. يعني النبتة بتقدر تاخذ مادة غير عضوية، ثاني اكسيد الكربون والماء، وتحولهم لمادة عضوية اللي هي السكر. إذا هي بتنتج المادة العضوية. أنا ما بقدر أعمل هذا الإشي. إحنا الحيوانات ما بنقدرش نعمل هذا الإشي. لذلك النبتة إلى دور كبير كبير في الطبيعة. إذا شو بينتج؟ تلخيص من هاي العملية المهمة جدا جدا في الطبيعة، بينتج زي ما انتم شايفين بالصورة، النبتة لما اخذت الماء من التربة عشان هيك بدها ماء، واخذت اشعة الشمس، اخذت الضوء وحولته لطاقة، انتجت لنا الاشياء التالية. انتجت النبتة لنفسها سكر اللي اسمه الجلوكوز، وهيك هي بتخزنه، هيك خلاياها بتستغله عشان تكبر، وبنفس الوقت تطلق لنا للجو الاكسجين اللي حكينا عنه اللي انا بصير اتنفسه. وبدي اذكر اشي واحد،
يعني صح انه انتجت السكر وبحفظته في داخل خلاياها، وصح انه انتجت الاكسجين اطلقته للجو، بس ما ننسى انه اخذت ثاني اكسيد الكربون من الجو وعمليا نظفت للجو، فلذلك هذا الفلتر. يعني فالعملية هاي صح انه انتجت سكر النبتي عشان الخلايا تقدر تعيش وتقدر تتكاثر وتقدر تكبر، صح انه اطلقت للاكسجين للجو اللي هو مصدر الاكسجين على الارض الان، انتوا عارفين مين؟ النباتات. هدول الامرين مصدر الاكسجين وانتاج الجلوكوز هو يميز النباتات. هاي العملية عملية التركيب الضوئي، يعني تخيلوا كل الاكسجين على الكرة الارضية اليوم مصدره بالاساس النباتات، وفي ما يشبه النباتات في المحيطات بسموها طحالب، بس الطحالب عندها نفس الشيء المادة الخضراء هاي. اذا الطحالب الموجودة بالمحيطات تطلق الاكسجين الغلاف الجوي، انتو بتتنفسوا شو النبتي انتجت لكم. عشان هيك مش لازم نخطف النباتات، بالعكس لازم نزرعها، لازم نربيها، لانه هي مصدر الاكسجين وهي اللي بتنظف لي جو من ثاني اكسيد الكربون وهي بتنتج السكر. وانا على فكره احنا كلنا بناكل نباتات، فعمليا هي لنا كمان مصدر غذاء، ولذلك العمليه هاي عمليه التركيب الضوئي او التمثيل الكلوروفيلي هي اهم عمليه في الطبيعه. شوفوا قديش كسبنا من هاي العمليه، النبتي اخذت ثاني اكسيد الكربون اللي هو تلويث، شربت ماء انتجت لنا اكسجين اللي اطلقته للجو اللي كله بيستعين فيه، وكذلك عمليا اخذت ثاني اكسيد الكربون اللي هو تلويث في الجو، فهي مصفاه. عشان هيك بسموها النباتان رئتين في الطبيعه. سوين تبدا تحدث هاي العمليه؟ هاي العمليه طالما في ضوء بتحدث، بما انه بينهار في تقريبا 12 ساعة فبتحدث 12 ساعة. طيب يا ترى شو بصير اذا المزارع عمل عنده دفيئة وضوى بالليل عن نبتة؟ فكركم بتكون في عملية تركيب ضوئي؟ صح؟ قسم منكم جاوب جواب صح. للنبتة مش مهم منين الضوء. واو، المزارع يعني اذا بيضوي للنباتات بالليل يعني بتنتج غذاء أكتر، يعني ممكن تنتج ثمار أكتر، صحيح؟ عشان هيك النباتات إذا بضوي لها 24 ساعة، 24 ساعة بتشتغل، 24 ساعة بتنتج سكر، وبال 24 ساعة ممكن يكون عندها إنتاج لثمار أكتر. أما بشكل عام بالطبيعة، بالطبيعة معدل 12 ساعة ضوء و12 ساعة عتمة. هاي العملية تذكروا وأنت بتحدث في ساعات الضوء، يعني بالليل ما بتحدث، ما بتحدث عملية التركيب الضوئي إذا فيش ضوء، ولذلك هي عملية كتير كتير مهمة. بالمقابل عنا عملية تانية اسمها عملية التنفس. هون إحنا والنباتات نفس الشيء. شو يعني بنتنفس؟ لما إحنا بناخد شهيق وزفير إحنا بناخد أكسجين وبنطلق ثاني أكسيد الكربون. الاكسجين اللي دخل عندنا للريات بيصل بالاخر مع الدم للخلايا، وبالخلايا اللي بتبني جسمي الوحدات الصغيرة النبتي واحنا متشابهين، باخذ السكر مع الاكسجين وبنحرق السكر. لما بنحرق السكر بننتج طاقة، هاي الطاقة طاقة الـ ATP. هاي العملية بيسموها تنفس لأنه بتصير بالخلايا التنفس الخلوي. طيب بدون التنفس الخلوي يعني فيش إنتاج طاقة ATP، يعني الخلية بتقدرش تكبر، يعني النبتة ما بتقدر تكبر، ولذلك عملية التنفس مهمة جدا لنمو النبتة. هي بتتنفس وإحنا بنتنفس، عملية التنفس اللي بتصير بخلاياها كما بتصير بخلايانا نفس الشيء. في الحالتين عند النبات وعنا احنا بننتج طاقة من الاكسجين، نقدر نحرق السكر اللي موجود بالغذاء، والخلايا لما بتحرق السكر
تنتج طاقة الـ ATP. قال لي هاي الطاقة تعطيني أقوم بكل العمليات الحياتية. في عملية التنفس نتذكر شو احنا بناخذ، ناخذ الأكسجين، والخلايا من لما بتاخذ الأكسجين تحرق السكر وشو بنطلق؟ صح، ثاني أكسيد الكربون. أنا بطلق ثاني أكسيد الكربون للبيئة. قسم كبير منكم لما بتنفس وبطلق الهواء اللي بيطلع من الريات على القزاز، كيف يشوف القزاز صار في عليه؟ صح، بخار. في عملية التنفس الخلوي اللي بتصير في داخل الخلايا، الخلايا النبتة بتاخذ الأكسجين وبتطلق ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. هاي عملية اللي بتطلق لي ثاني أكسيد الكربون وبتطلق بخار الماء، بس منتج لي الطاقة الـ ATP. وهاي الطاقة الـ ATP اللي لجسمي بدونها بنقدرش نتحرك. يا ترى كم ساعة بتتنفسوا بالنهار؟ بتتنفسوا بالليل ما انتوا نايمين؟ شكله كمان بالليل بنتنفس. يعني احنا 24 ساعة بدنا نتنفس، ما بنقدر نعيش بدون ما نتنفس. يعني التنفس هو بال 24 ساعة. 24 ساعة بداخد اكسجين واطلق ثاني اكسيد الكربون. يعني انا بتنفس في الليل والنهار، بوقف عن التنفس فيش انتاج طاقة، خلية بتموت، الانسان بتموت. يعني الانسان بيموت لما بيتنفسش لانه فيش اكسجين. اذا عملية التنفس هي 24 ساعة. الكلوروفيل عملية التركيب الضوئي دي قلنا برافو 12 ساعة. الان بالظلام يا ترى بتصيرش عملية التركيب الضوئي بس بصير في تنفس؟ طبعا. وبالظلام تحدث بس عملية التنفس، لانه عملية التنفس بدهاش ضوء. عملية التركيب الضوئي بدها ضوء. لذلك تبادل الغازات كمان بيستمر بالليل، عشان هيك عندها 24 ساعة من بادل الغازات، 24 ساعة منتنفس. بال 24 ساعة منطلق الطاقة. احنا وصلنا لنقطة كتير كتير حساسة. هاي النقطة اللي فيها بدنا نقارن بين التركيب الضوئي عملية التنفس. احنا نتذكر النبتة بتقوم بعملية التركيب الضوئي، الانسان والحيوان لا. اما عملية التنفس اثنيناتنا بنقوم فيها. الاشي المثير انه عملية التنفس هي عكس تماما لعملية التركيب الضوئي. فتطلع شو مكتوب. النبتة بتاخذ عمليا ثاني اكسيد الكربون من الجو، بتاخذ الماء من التربة، وذاكرين بالورقة في كلوروفيل بتمتص اشعة الشمس، يعني بتمتص الطاقة الضوئية، يعني بتنتج طاقة كيماوية. هاي الطاقة في عملية التركيب الضوئي او البناء الضوئي بحول ثاني اكسيد الكربون والماء لسكر، وبالعملية هاي بطلق الاكسجين. اذا هاي العملية بتحتاج لطاقة، وهي عملية التركيب الضوئي. عملية التنفس تماما هي عملية عكسية، بالعكس ناخذ الاكسجين اللي انتجته النبتي او اللي انا حصلت عليه بالغذاء، وهذا الاكسجين مع الجلوكوز اللي هو سكر، بنحرق الجلوكوز بالسكر بالاكسجين اللي عندنا، وبيتم انتاج ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. بس بعملية الحرق بتطلق طاقة كتير كتير ATP، والطاقة الـ ATP اللي بتطلقها هاي مهمة جدا لخلايا الجسم، مهمة جدا لكيف الخلية تكبر، مهمة جدا لعمل الإنزيمات، مهمة جدا للحياة. يعني عمليا تركيب الضوئي بعكس عملية التنفس. تنفس 24 ساعة، الضوء 12 ساعة. طب إذا النبتة تطلق 24 ساعة أكسجين ولا لا؟ تطلق 24 ساعة ثاني أكسيد الكربون، تطلق بس 12 ساعة أكسجين. طب إذا النبتة بتطلق 12 ساعة أكسجين وبدها بنفس النهار 24 ساعة أكسجين، يعني أطلقت 12 ساعة أكسجين بس بتستهلك 24 ساعة أكسجين. فشلون مع كل هذا بقولوا إنه مصدر الأكسجين على الأرض والنباتات؟
ما هي 24 ساعة بتستهلك أكسجين، 24 ساعة بتقوم بعملية التنفس، عملية تركيب الضوء بس 12 ساعة. فكيف مع كل هذا إذا بتستهلك 24 ساعة أكسجين والتركيب الضوء 12 ساعة بتطلق أكسجين؟ فكيف يعني إنه مع كل هذا النبتة بتطلق أكسجين للبيئة؟ سر القضية هون العلماء شو اكتشفوا؟ في تبادل الغازات والعمليات التنتين عملية التركيب الضوئي أسرع بعشر مرات من عملية التنفس، يعني بينتج عشر أضعاف. يعني عملية التنفس تطلق لنا كمية كبيرة من الأكسجين، عشر أضعاف عملية التنفس. فالتركيب الضوئي لأنه قوي جدا، لأنه بيطلق كتير أكسجين، عشر أضعاف عملية التنفس، فبخلال الـ 24 ساعة النبتة بال 24 ساعة بتطلق أكسجين للطبيعة، بتطلق يعني الـ 12 ساعة أكسجين. هاي العمليات مهمة جدا، وهذا تبادل غازات كتير كتير مهم. وهلأ واضح لي تماما بالليل مثلا، هل منيح أنام مع النبتة؟ النبتة بالليل شو بتعمل؟ بس عملية التنفس، وعملية التنفس شو بتطلق؟ ثاني أكسيد الكربون. فمش القد ذكي إنه أنام عند النباتات بالليل، لأنه ما بتعطيني أكسجين، بتعطيني ثاني أكسيد الكربون بالأساس بالليل. أما خلال النهار لأنه في عندي عمليات التركيب الضوئي، بينطلق كمية كبيرة كبيرة من عمليا الأكسجين، لأنه بالتركيب الضوئي أنا بنتج أكسجين وبطرقه للجو وباخد ثاني أكسيد الكربون. ففي نهاية الأمر إلنا واضح، شايفين السهم هذا الكبير؟ هذا بقولنا إنه التركيب الضوئي كبير قوي، عشر أضعاف من السهم الصغير اللي هو التنفس. هذا هو السبب ليه النباتات تعطينا، هي مصدر طاقة على الأرض وهي مصدر الأكسجين. شايفين كمية الأكسجين قد بتنطلق؟ تنطلق بكمية كبيرة، أكثر بكتير من قد بتستوعب. ولذلك لازم نحافظ على النباتات، والمحافظة مهمة جدا. يعني بهذا اللقاء حكينا إنه النبتة بتقوم بعمليتين من أهم عمليات بالكرة الأرضية، تركيب ضوئي وعملية تنفس. قلنا بالتركيب الضوئي النبتة بتنتج الغذاء لنفسها، تأخذ ثاني أكسيد الكربون والماء، سمنها مادة غير عضوية، وبتنتج لنا السكر المادة العضوية. بعملية التنفس العكس تماما، خلايا عند النبتة وعندنا، نأخذ السكر مع الأكسجين، منحرق السكر ومننتج عمليا ثاني أكسيد الكربون في التنفس. عملية التركيب الضوئي زي ما شفنا عكس عملية التنفس تماما، وعملية التركيب الضوئي أقوى بكتير من عملية التنفس. فبخلال الـ 24 ساعة إذا بجمع وبطرح قديش أنتجت من قديش استغليت، بيطلع عمليا فرق جدي. فلذلك بشوف أنه عملية التركيب الضوئي أعلى وأقوى بكتير من عملية التنفس. ولذلك بالـ 24 ساعة بنطلق في نهاية الأمر أكثر أكسجين للبيئة. فإذا بدنا نحافظ على الأكسجين بالطبيعة، نحافظ على غلاف جوي غني بالأكسجين، زراعة عمليا النباتات هو أمر واجب إلزامي. هذا هو السبب إنه ليه إحنا مش منيح ننام تحت النبتة بالليل، لأنه بس بتتنفس بتطلق ثاني أكسيد الكربون بالليل، بينما بخلال النهار طبعا بتطلق كمية كبيرة من الأكسجين، لأنه عمليات التركيب الضوئي بتكون عالي وبكمية كبيرة. أنا بدون أي شك بالشرح عن العمليتين وتبسيطين كتير كتير رح يساعدكم. للطلاب الشاطرين بيقدروا يدخلوا لمتاحفات تجربة كتير رائعة عن عملية التركيب الضوئي، أو بنقدر نفوت المرام أو مجلة النيتشر بالعربي ونفتش ونقرأ، حتى لو إن إحنا صغار ممكن جدا نزيد معلوماتنا بهذه المجال، لأنه هاي عملية كتير كتير مهمة. بدون هاي العملية ما في حياة. فأنا حبيت بهاللقاء هذا أشرح لكم عن أهم عمليتين بيصيروا بالطبيعة، تركيب الضوئي وعمليا التنفس في الخلايا. بدي أشكركم على إصغائكم وعلى متابعتكم اللقاء هذا. شكرا كتير كتير لكم. إلى اللقاء للقاءات أخرى.